بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا، لكن هذه المرة عبر تمرينين. التمرين أحدهما حول دارة الأديسيونير، والآخر حول دارة الكومباراتور. نبدأ بهذا التمرين الذي يتعلق بكيفية استعمال الاديسيونير. دونك لينونسي دو ليكزرسيس سي رياليزي ان سيركوي كي كالكول لو نومبر دو بيت ا زيرو دون ان اوكتو ان اوتيليزون دي اديسيونير كومبلي اي لو مينيموم دو بورت لوجيك بونسي. دونك هذا التمرين يطلب منك انجاز دارة التي تحسب عدد الاصفار داخل اوكتي. اوكتي هو وي بيت. كيف أقوم بالحل؟ أولا، بما أنه يطلب مني حساب الأصفار، فلو جمعت لي هذه سي بيت جوبتيان لو نومبر دي بيت ا ان. دونك جي انفيرسي لي بيت، شاك بيت جي في انفيرسي لو كومبليمون. هكذا الأصفار تصبح وآحاد، والآحاد تصبح أصفار. بهكذا أتمكن من حساب عدد الأصفار لأنها تصبح عن آحاد. دونك لي تروا برومي بيت، دونك جو في ان انفيرسور، جي اتيليزي ان اديسيونير كومبلي كي اديسيون تروا بيت، لا روتوني اي دو مون. دونك يل دون ان ريزولتا اون روتوني. دوزيام partie, c'est les trois bits qui suivent, qui des inverseurs, puis additionner avec un inverseur. Donc 3 plus 3, 6, il nous reste 2 bits. J'ai utilisé un additionneur complet. Qui j'ai fait des inverseurs, puis l'addition. J'obtiens 3 nombres. Le nombre généré par le premier additionneur, un deuxième nombre et un troisième nombre. Donc maintenant, l'objectif, c'est additionner le nombre généré par cet additionneur plus ce nombre, plus ce nombre. Je fais l'addition en deux phases. J'additionne le résultat généré par ça plus le résultat généré par le deuxième additionneur. Le résultat obtenu est additionné par cette addition. Donc, je fais pour additionner le résultat de cette addition avec ça. Donc, j'ai additionné le poids faible avec le poids faible, j'obtiens un résultat, une retenue. Le poids, la retenue sur le poids fort avec la retenue, et j'obtiens un résultat, une retenue. Donc c'est le résultat de cette phase. En deuxième phase, j'additionne ce nombre généré par cette addition avec ce résultat. Le poids faible avec le poids faible, le poids fort avec le poids fort, et la retenue toujours portée pour le prochain additionneur. Donc, on a fait l'amélioration de l'extérieur. Donc, on a fait l'extérieur d'arat inverseur, les axes, les malumettes, le 0 est 1 et le 1 est 0, avec l'objectif جعل الأصفار عبارة عن آحاد لكي يتم جمعها، لأني لو تركتها أصفار ما استطعت جمعها. دونك الثلاث خانات الأولى استعمل دارة الأديسيونير لأنها تحتوي على ثلاث معطيات مدخلات. الثلاث خانات الثانية استعمل أديسيونير، يبقاو لي خانتين، يبقاو لي معطيتين ولا معلومتين دو بيت، دونك اجمعهم بأديسيونير. أتحصل على ثلاث نتائج، النتيجة الأولى، النتيجة الثانية، النتيجة الثالثة. اجمع النتيجة الأولى زائد النتيجة الثانية وتبقى لي الثالثة. بعد الحصول على النتيجة اجمع معها الثالثة لأتحصل على النتيجة النهائية. أقوم بجمع النتيجة، ها البيت دو بوا فابل مع البيت دو بوا فابل، البيت دو بوا فور مع البيت دو بوا فور، أتحصل على نتيجة جديدة مع من أجمعها؟ أجمعها مع هذا المتبقي. كيف لو بيت دو بوا فابل مع البيت دو بوا فابل، البيت دو بوا فور مع البيت فور، ودائما لا روتوني نبعثها لا ديسيمون سويفون جوسكا افوار لو ريزولتا. دونك سو ريزولتا سي لو نومبر دو زيرو، لو نومبر دو بيت ا زيرو دون سيت اوكتي.
انتقل معكم إلى التمرين الآخر الذي يتعلق بكيفية استعمال دارة الكومباراتور. دونك واش يطلب منك؟ اون يوتيليزون ان كومباراتور دو دو نوم، يطلب منك تستعمل كومباراتور دو دو نوم سير 4 بيت. دونك لي نوم لي دو نوم اللي نمدوهم له سير 4 بيت شاكان. اي دي دومي اديسيونير، يطلب منك تستعمل دي دومي اديسيونير. رياليزي ان سيركوي كي كومبار ان نومبر بينير دوني ان، سي نومبر اي ريبريزونتي سير 4 بيت. Il compare avec 10. Donc, si n inférieur à 10, il ajoute à n 4. C'est le 0, 1, 0, 0. Sinon, inférieur. Donc, il compare n avec 10. Il y a le binaire 10, 10. Si n inférieur, donc s'il trouve le résultat inférieur, il ajoute à n un nombre 100. Il y a 4 d'ici. Donc d'abord je fais la comparaison. Si je trouve inférieur, ajouter un 4 au n. كيف اش يتم الحل؟ دونك ها هو هذا العدد n و n 3 n 2 n 1 n 0 سير 4 بيت. دونك نمدو للكومباراتور، دونك هذا جهاز مقارنة ولا دارة مقارنة مع العدد 10 10. دونك هذا الدارة عندها ثلاث مخرجات، المخرج سوبيريور ولا ايغاليتي ولا انفيريور. حنا تهمني الانفيريور. دونك اذا كانت انفيريور واش يكون ريزولتا؟ دونك راح نزيدو له 100 اللي هو 1 0 0. عندها البيت الاول راح نزيدو له صفر راح يبقى هو هو. دونك البيت الثاني نضيف له صفر يبقى هو هو. البيت الثالث نزيدو له واحد، واحد في حالة ما إذا كانت انفيريور. إذا هذاك الواحد هو الإي هذا، لأن هذه لما تكون انفيريور تمد لي هنايا. دونك جاجوتي لو إي هذا تاع الانفيريور افيك سو بيت لا. إيل نو دون أن ريزولتا روتوني، هذاك الروتوني نزيدو أون كيكون بيان سور نزيدو لو بيت دو 3 فوا 1 3 كيف نو دون أن ريزولتا روتوني. Remarque ici d'additionneur, on n'a que deux entrées, donc ce sont des demi-additionneurs. Donc on a des comparateurs de deux nombres, avec le adet B, 4 khanat, avec le adet 10, décimal, qui est 10, 10. Il peut être une natija supérieure, qui est 1 sur S, ou l'égalité, qui est 1 sur E, ou l'inférieure. هو ان يخرج منه. طيب في هذه الحاله اذا كانت انفيريور يخرج ان، لما كانت انفيريور راح يخرج زيرو. دونك لو كان تخيلوا باللي ما راهش انفيريور راح يخرج زيرو هنايا، هذاك الزيرو يتضاف هنايا ما ياثرش على العدد، يخرج ان نفسه هو الاول كما كان. اذا كانت اي هنايا ان، اذا علاش هذا اللي بيت ما مسيتهمش؟ هما لان راح نضيفوا لهذا العدد راح نضيفوا له العدد 4، 4 من الشكل 1 0 0. دونك هذا العدد البيت هذا ما راحش يتغير لانه 0، هذا البيت كيف 0. الان راح يجي في هذا البوا تاع الكات 1 0 0. دونك انا جمعت دي مباشره هنا الان، والان هذا متعلق بالاي. لما تكون اي 0 هذا العدد راح يكون 0، لما تكون اي 1 هذا العدد اذا هو اي، هذا المضاف العدد المضاف مباشرة جبتو إيه. نتجمعو مع هذا البيت تاع الأندو يعطيني نتيجة وروتوني، هذيك الروتوني نزيد نجمعها مع هذا يعطيني نتيجة وروتوني. هنا يعني في آخر العدد راح نضيفها للنتيجة الجديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.